يا مولانا يا صاحب الأمر، أنت سيدنا، أنت مولانا، أنت قائد مسيرتنا، نحن جنودك يا سيدنا. اشفع لنا عند ربك في أن يحقق كل هذه الآمال، وأن ينزل رحمته علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان. أسأله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويتقبل منكم ويشكر لكم هذه المساعي. شكرا لكم أيها الإخوة الأعزاء.